السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو إن شاء الله ليكتور الوحدة الثالثة الأسبوع الرابع المجال للوزير الهوايات صفحة رقم 91 أوبجيكتيف الأهداف ديال الدرس لير اي كومبروندر نقراو ونفهمو أن تكست انجونكتيف نص اللي كيعطينا تعليمات. العنوان ديال النص لو كلوب دو لوازير دي زامي. ولكن قبل قراءة النص غادي نجاوبو على السؤال. عندنا سؤال واحد في جوبسيرف اي جو ديكوفر كالعادة كنجاوبو عليه عاد كندوزو لقراءة النص. جوبسيرف اي جو ديكوفر ألاحظ وأكتشف أوبسيرف ليماج كو فواتو لاحظ الصورة. الصورة هي اللي عندي هنايا. ماذا ترى؟ إذا غادي ممكن نكتبو جو فوا كوم دي فوي كنشوف بحال واحد الاوراق ديال الدفتر كوم دي فوي دو كاي كنشوف بحال الاوراق ديال الدفتر. وكذلك كنشوف ان بالون كنشوف كره اون بياس دو جو دو شيك كنشوف واحد القطعه ديال لعبه الشطرنج ان بانسو فورشيت او دو لا بانتور سيبارا كنشوفها هنايا. دونك جو فوا كوم دي فوي دو كاي un ballon, une pièce de jeu d'échecs, un pinceau, de la peinture, etc. Nous devons lire le nom. Le club de loisirs des amis. Donc, comme nous l'avons dit, nous allons lire juste les lectures. La première lecture sera avec l'explication et la deuxième lecture sera une lecture. Le club de loisirs des amis, nadi hiwayat l'asdiqa. Salim a du temps libre. Salim عنده وقت فارغ. Il veut s'inscrire, بغى يتسجل أو يشارك dans un club, في واحد النادي. À l'entrée du club, في المدخل ديال النادي, des panneaux, لافتات, informent كيخبرونا أو كيعلموا sur les différentes activités, كيخبروا بمختلف الأنشطة proposées, المقترحة. Et invite à s'inscrire ou qui dit l'ishtirak ou la li tesjil في النادي. إذن غادي نقراوهم. غادي نقراو هنايا هاد النصوص هادو اللي عندي هنايا. Devenez footballeur. Devenez footballeur. يعني لتصبح لاعب كرة. Devenez footballeur. أو لتصبحوا يعني لاعبي كرة. Venez faire du football. يعني اجيو ديرو كرة القدم او لا اجيو تمارسو كرة القدم. Et vous faire de nouveaux amis. و ديرو ايضا اصدقاء جدد. Car ce jeu, يعني لان هاد اللعب هذا, se joue en équipe. كيتلعب في فريق. Apprenez à partager. تعلموا ان تشاركوا او لا تفرقوا ما بيناتكم الكره, يعني ان واحد كيعطيها للاخر, يعني كيتعلم يبارطاجي انه يشارك الكره ديالو مع اللاعبين اللي عنده في نفس الفريق. ابروني ا بارطاجي ا فو كونترولي, يعني وتحكموا في راسكم كتعلموا تشاركوا الكره تحكموا في راسكم. Et à être patient ou تعلموا كذلك الصبر انك تكون صبور. C'est un sport de plein air. اذا هاد اللعبه هادي كتلعب في الهواء الطلق. Qui crée un bon équilibre. Qui crée يعني انه يخلق توازن جيد. Qui crée un bon équilibre. يخلق توازن جيد entre le corps et l'esprit, ما بين الجسم والعقل. Entre le corps et l'esprit. وعندي هنايا inscrivez-vous vite, يعني تسجلوا او اشتركوا بسرعه. نعاودوا نقراو هذا النص هذا. Devenez footballeur. Venez faire du football et vous faire de nouveaux ندير هنا لا ليزون دو نوفو زامي كار سو جو سو جو اون ايكيب ندير لا ليزون تاع هنا اون ايكيب. ابروني ا بارتاجي ا فو كونترولي اي ا اتر باسيون سي ان سبور دو
plein de plein air, qui crée un bon équilibre entre le corps et l'esprit. Inscrivez-vous vite. Le deuxième texte, échec et mat. Échec et mat, يعني في ديك اللعبه ديال الشطرنج يعني كنقولوا مات الملك، يعني صافي فاش كيموت الملك راه يعني فاش كنقولوا échec et mat مات الملك راه ربحت اللعبه. À l'atelier des échecs في ورشة الشطرنج tu ne seras pas déçu، يعني لن تحبط، ما عمرك غادي تحبط. Tu ne seras pas déçu. Ce jeu de stratégie, يعني هاد اللعبة ديال الاستراتيجي، يعني الاستراتيجي يعني انك كتخطط كدير الخطط، يعني كدير واحد استراتيجيات معينة. Ce jeu de stratégie t'apprend يعلمك à résoudre des problèmes، كيعلمك باش تحل مشاكل. باش تحل مشاكل يعني بحال في الرياضيات فاش كتكون عندي شي مساله ولا شي حاجه، يعني حتى هذاك راه كيتسمى ان بروبليم، كنحاول نحل ديك المساله. دي بروبليم اي ا تو ديفوندغ، وباش تحمي راسك كونتر لي زاتاك، تحمي راسك من الهجمات دو طون ادفيرسير، تحمي راسك من الهجمات ديال الخصم ديالك. سي تو سويت، الا كنتي كتمنى ديفلوبي تا باسيونس، الا كنتي كتمنى تطور او تنمي الصبر ديالك، تا كونسونطراسيون والتركيز ديالك، اي تا ميموار والذاكره ديالك، روجوان نو، التحق بنا، روجوان نو. نعاودو نقراو هذا النص هذا. اشيك مات ا لاتوليي دي زيشيك tu ne seras pas déçu. Ce jeu de stratégie t'apprends à résoudre des problèmes et à te défendre contre les attaques durant la liaison, les attaques de ton adversaire. Si tu souhaites développer ta patience, ta concentration et ta mémoire, rejoins-nous. عندنا النص الثالث. افو بانسون، يعني الى فرشاتكم او لا الريشات ديالكم، الفرشات ديالكم الى فرشاتكم. بيان فوني ا لاتوليي دي زارتيست، مرحبا بكم في ورشه الفنانين. سوا كوريو، يعني انك تكون شغوف، يعني كون شغوف او لا انك يكون عندك الفضول باش تعلم شي حاجه. سوا كوريو، كون شغوف. انسكريتوا، تسجل او اشترك ان اوتر اتوليي، تسجل في ورشتنا او اشترك في ورشتنا دو بانتور ديال لي سباغا بور او لي رسم، بور تو ديتوندر، بور تو ديتوندر لي كي تسترخي، اكسبريمي تي ايموسيون، وتعبر على الاحاسيس ديالك والمشاعر ديالك، لان من خلال الرسم كنعبروا على الاحاسيس ديالنا، على المشاعر ديالنا من خلال الالوان الى غير ذلك. سيت اكتيفيتي، يعني هذا النشاط، بيرمي دو ميو، يعني يسمح او يمكن، دو ميو ميتريزي، يعني اننا نتقنوا، دو ميو ميتريزي يعني اننا نتقن اكثر ليكريتور، الكتابه، اي ديفلوب لا كرياتيفيتي، وينمي الابداع. نعاودو نقراو هاد النص هذا. افو بانسو، بيانفوني ا لاتوليي دي زارتيست، سوا كوريو، انسكري توا ان اوتر اتوليي دو بانتور بور تو ديتوندر اي اكسبريمي تي ايموسيون. Cette activité permet de mieux maîtriser l'écriture et développe la créativité. Il y a d'abord deux autres questions. Je lis et je comprends. Aqra wa afham.
La deuxième question, comment s'appelle ce type de document? شنو كنسميو هاد النوع من الوثائق؟ كوش لا بون ريبونس، غادي نديرو علامة في الجواب الصحيح. واش يعني هاد لو دوكيمون، يعني هاد لو دوكيمون اللي عندنا هنا، هاد الوثيقة هادي اللي عندي هنا، شنو كنسميوها؟ واش اون لاتر، رسالة، اون افيش، ملصق، اون بويزي. اون بويزي يعني قصيدة شعرية. يعني هاد لي دوكيمون هاد اللي عندي هنايا شنو هما؟ هاد لي دوكيمون هذا شنو كنسميوهم؟ واش هادو رسالات عندي هنا؟ واش عندي رسالة هنا، رسالة وهنا، رسالة وهنا، رسالة، او لا اون افيش هادو ملصقات، او لا عندي اون بويزي، او لا عندي هنايا واحد القصيدة شعرية، هنا واحد القصيدة وهنا واحد القصيدة. بطبيعة الحال عندي اون افيش ملصق. رقم ثلاثة، او سو تروف سي دوكيومون، فين كيتواجدو هاد الوثائق هادو، فين كاينين؟ دونك كيف ما شفنا بان سي دوكيومون سو تروف ا لونتري دو كلوب، كيف ما شفنا في النص بانهم كاينين في المدخل ديال النادي، سور ان بانو، معلقين في واحد البانو، في واحد اللافتة. اذا هادشي اللي غادي نكتبو، سي دوكيومون، ces documents يعني هاد الوثائق se trouve ou bien هاد الاوراق se trouve à l'entrée qui توجدوا في المدخل du club، في المدخل ديال النادي، sur un panneau فواحد اللافتة. ces documents se trouve à l'entrée du club sur un panneau. Deuxièmement, la question numéro 4. À quoi invite ces textes؟ يعني هاد النصوص هادو لماذا تدعو هذه النصوص؟ اذا بطبيعة الحال هذه النصوص كتدعي الناس باش انهم يشاركوا في النادي او لا يتسجلوا في النادي. il invite les gens qui lisent، الناس اللي كيقراو هاد، الناس اللي كيقراو هاد اللافتات هادو، qui lisent à s'inscrire au club، باش انهم يتسجلوا او لا يشاركوا في النادي. ندوزو دابا لا كاستيون نيميرو 5. je lis et j'écris، اقرا واكتب. Quels loisirs sont présentés sur ce panneau؟ شنو هما الهوايات اللي ممثلين في هاد اللافتة هادي؟ إذا في النص الأول شفنا لو فوتبول، يعني كرة القدم، في النص الثاني شفنا لو جو ديشيك، لعبة الشطرنج، لو جو دي زيشيك، وفي النص الثالث شفنا لا بانتور اللي هو الرسم. نكتبوها هنا باش تبان لا بانتور. اذا هادو هما الهوايات اللي ممثلين عندنا في النص. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 6. رولي شاك لوازير ا سيز افونتاج، اربط كل هوايه بمميزاتها. اذا غادي نقراو ونفهمو ومن بعد غادي نربطو. لو جو دي شيك يعني لعبه الشطرنج، عندنا لو فوتبول، عندنا لا بانتور الرسم. عندي من هاد الجهه ابرون دو نو ديتوندر، يعني nous apprend de nous détendre، يعني كتعلمنا باش نسترخيو، et à exprimer nos émotions، ونعبرو على المشاعر ديالنا. عندي permet de développer la patience، يمكن من تنمية الصبر، la concentration، التركيز، et la mémoire، والذاكرة. apprend à jouer en équipe، كيعلمنا باش نلعبو فريق، à partager et à nous contrôler، باش نتشاركوا ما بيناتنا ونتحكموا في راسنا. اذا غادي نربطوا كل واحد مع اللي كتجي معاه. لو جو ديشيك نو، دونك لو جو ديشيك نو بيرميت دو ديفلوبي لا باسيونس، لا كونسونطراسيون اي لا ميموار. شكون هو اللعبه اللي كتمكننا باش ننميو الصبر ديالنا، التركيز والذاكره؟ هي لو جو ديشيك. عندنا لو فوتبول
nous apprend à jouer en équipe, يعني كيعلمنا باش نلعبوا فريق, à partager et à nous contrôler, ونتحكموا في راسنا. اذا هو لو فوتبول. بقينا apprendre de nous détendre et à exprimer nos émotions, كيمكننا باش نسترخيو ونعبروا على المشاعر ديالنا. هي لا peinture. La peinture nous apprend de nous détendre et exprimer nos émotions. Je m'évalue. Quelle est l'activité artistique présentée sur le panneau? Donc l'activité artistique présentée sur le panneau, nashat el fanni, ou la peinture, le rasm. Hada kit'tabar nashat fanni. La peinture. بقى لي رقم 8, quelle activité de loisir, شنو هي الهوايه او النشاط ديال الهوايه, recommandes tu à tes camarades, اللي كتنصح به الاصدقاء ديالك, pourquoi ou لماذا. اذا شنو هو النشاط او الهوايه اللي كتنصح بها الاصدقاء ديالك باش انهم يمارسوها, وخصك تقول علاش. اذا هذا فقط كمثال, غادي ندير واحد المثال. مثلا بالنسبه لي انا ممكن نقول le jeu d'échecs, شنو هو النشاط, le jeu d'échecs, يعني لعبة الشطرنج, car il améliore, لأن هاد اللعبة تنمي, شنو كتنمي, la confiance, يعني الثقة en soi, الثقة بالنفس, l'imagination, والتخيل أو لا الخيال, لأن الإنسان كيكون كيلعب الشطرنج, يعني كيبدا كيتخيل هاد القطعة هادي فين ممكن نحطها, وشنو ممكن دير, يعني كيبقى يتوقع ديك الخطوات اللي غادي تجي من بعد, كيتخيل يعني الخطوة اللي غادي يدير, بحال كيتخيل واحد الخطة وكينفذها. ليماجيناسيون كينمي الخيال, لو نيفو اون ماتيماتيك, يعني كينمي حتى المستوى في الرياضيات, لأنه كيتعلم يحل مسائل, يعني وتبتو بان كاع الاطفال اللي هما كيعرفوا يلعبوا الشطرنج كيكونوا حتى في الرياضيات كيكونوا كيجيبوا نقاط مزيانين, الى غير ذلك, ثلاثه ديال النقاط. دونك لو جو ديشيك, اذا هو اللي كننصح به, كار il améliore, يعني انه كينمي la confiance en soi, الثقه بالنفس, l'imagination, الخيال, le niveau en mathématiques, والمستوى كينمي حتى المستوى في مادة الرياضيات. إذا هكذا كنكونو سالينا الصفحة ديالنا رقم 91 إلى حصة مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.